إخوان، زي ما بتعرفوا في لقاءات باستمرار، ففرصة اليوم إنه بس أسلم عليكم ونتحدث على أمور البلد والإقليم. ببدأ بجوز إقليميا على وضع الأردن، لأنه مرات بنضل نسمع إنه في تخوف بالنسبة للقضية الفلسطينية، ما في أي تراجع بالنسبة لموقفنا بالنسبة للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. ما غيرنا الموقف ولا راح نغير موقفنا، وكل دعمنا لإخواننا الفلسطينيين. أنا رايح للأمم المتحدة وراح ألتقي مع مسؤولين من الغرب حتى بس نضل نثبت موقفنا، لكن ما في أي خوف للأردن، وواجبنا أنه نحن نوقف مع إخواننا الفلسطينيين. التعاون بيننا وبين العراقيين الحمد لله ماشي بالاتجاه اللي احنا بدنا إياه. التجارة والصادرات عم بتزيد الحمد لله. الوضع اللي بجوز أهم من أي شيء الوضع الاقتصادي، وأنا حكيت مع عدد منكم أكثر من مرة، فالتركيز على محاربة الفقر والبطالة ودعم طبعا الشباب، وخاصة بالمشاريع الصغرى والمتوسطة. أيضا في برامج، في استراتيجيات لعلاقة، ونحن عم نقرب للسنة الجاية بين الحكومة والبرلمان، مهم جدا. إن شاء الله في صفحة جديدة مع الانتخابات السنة الجاي، لكن أهم شيء بين البرلمان والحكومة إنه نحن نشتغل مع سوا حتى نحسن حياة الأردنيين. فما نخاف نأخذ قرارات، وكلنا لازم نوقف مع بعض بهذا الاتجاه.